بيكم، معاكم رشا مراد. النهارده هقول لكم سر سريع جدا في سلسله حلقات كل يوم معلومه عن برج. والنهارده هنتكلم عن برج الجوزاء الهوائي المجنون المزدوج ابو شخصيتين، وممكن يكون اكتر من شخصيتين كمان. طيب النهارده هقول لكم على شويه تابس كده او نصايح سريعه في موضوع ان انت ازاي تجذب مولود برج الجوزاء، عشان ناس كتير قوي بيقعدوا يقولوا لي رشا الجوزاء برج الصعب، الجوزاء برج ما بنعرفش نتعامل معاه. ولكم شويه يعني علامات سريه كده، حاجات مهمه قوي تخليكوا تجذبوا برج الجوزاء في الحب. طيب برج الجوزاء من الابراج اللي بجد عندهم شخصيتين فعلا او اكتر من شخصيه، ممكن يكون عندهم اكتر 10 شخصيات. فلما تحس انه بيتغير في تعاملاتك مع تعاملاته معاك من غير ما تعمل اي حاجه، فالمشكله مش عندك انت، المشكله عنده هو. واهدى كده وما تنفعلش وسيبه شويه وايه، وهيرجع تاني للشخصيه اللي هي كنت بتعمل معاك قبل كده. فبالتالي انت يعني ما تتخضش، هو كده، هي دي طبيعته. طيب النقطة مهمة جدا جدا، برج الجوزاء بيحب الاهتمام بس مش الاهتمام المفرط. يعني لو انت عايز تجذبه اهتم بس بذكاء، لان انت لو اهتميت جدا واتدلقت عليه الجوزاء بيكره جدا جدا ان حد يدلق عليه او حد يهتم بيه بالزيادة او يخنقه، بيشوفها خنقة فبقى عايز ينطلق وعايز يفك الحصار وعايز يفك القيود وعايز يطلع يجري. فبالتالي لو انت عايز تهتم بيه اهتم بيه بس مش بطريقة مفرطة، بذكاء. يعني اهتم وبالي، يبقى في بالانس كده في الاهتمام، لان الاهتمام الزياده مع برج الجوزاء بيجيب نتيجه عكسيه بيخلي برج الجوزاء يهرب منه. رقم 2، مواليد برج الجوزاء بيحبوا الاكل قوي، همهم على بطنهم. فلما تكون عايز تصالحه زعلان من يعني عايز تجيبه يعني تجذبه، اعزمه على اكله حلوه في مطعم حلو هيتبسط، او مطعم فاخر، هم بيحبوا الحاجات الاليجنت كده اللي هي الشيك الفخمه. فيعني ايه، ظبط نفسك كده وروح اعزمه في مكان حلو وفخم وفي شيك كده، هيعجب بيك قوي وهيحبك. كمان الجوزاء بيحب الناس الكريمة، يعني لو انت شخص بخيل ومش لا باين ان انت شخص كريم وصرف وبتصرف، هما بيحبوا الحاجات دي قوي، بيحبوا الشخص الكريم المعطاء اللي بيديهم بلا حدود، اللي مش بخيل عليهم ابدا ابدا. الحتة دي مهمة جدا جدا عند برج الجوزاء. طيب من النقط برضو ان انت تكسب برج الجوزاء، ان انت دايما تحطه في تحدي. الجوزاء بيحب اللعب، بيحب الفن، بيحب الجري، بيحب التحدي. فدايما خليها اي حاجه في حياتك خليها لعبه معاه، خلي فيها تحدي، خلي فيها تشالنج، خلي فيها حاجه انا هعمل كذا بس انت مش هتعمل، حطه في تحدي على طول عشان يبقى هو مركز معاك وحاطط كل الايفورتس بتاعته وكل كل التركيز بتاعه ان هو يفوز في التحدي. اوعى تحسس الجوزاء ان هو خلاص ملكك، او ان انت خلاص بتاع الايد بتاعه، او ان هو خلاص بقى متحكم في زمام امورك. ساعتها هو دايما عايز الحاجة اللي هو يفضل يجري وراها. فدايما خلي برج الجوزاء اقطع نفسه، خليه دايما حاسس ان انت ان هو عمال بيجري وراه، ان هو مش عارف يوصل لك، ان هو مش عارف يعني عايز يعمل حاجة ومش عارف يعملها. لانه وانس ان هو حس ان هو خلاص يعني يتحكم في ان يعني ملكك، هيفقد اهتمام يروح يدور على لعبة جديدة. هو الجوزاء صياد قوي يعني. طيب النقطة المهمة برضو اللي لازم تاخد بالك منها لما تيجي تتعامل مع برج الجوزاء سبيشالي لو عايز تجذبه، هو ابعد عن النكد، ابعد عن الدراما، ابعد عن التحقيقات بقى واللي هو ايه وانت عملت كده ليه واللوم والعتاب. عارفين الاغنية بتاعت بلاش عتاب بلاش عتاب بلاش عتاب يا حبيبي؟ هو بيحبش العتاب، بيحبش اللوم، بيحبش النكد، بيحبش التحقيقات، ما بيحبش خلاص حصل حاجة عدي عدي وبعد كده في قعدة هداوة كده مرة كده، مش ما تمسكلهوش على الوحدة. انت لو مسكت الجوزاء على الوحدة هيهرب منك ومش هتعرف تلقطه تاني ولا هتعرف تمسكه تاني. وبلاش الغيره الاوفر على برج الجوزاء. برج الجوزاء من الابراج الايزي موز وكده، يمكن يعني الست الجوزاء اكثر غيره من الراجل الجوزاء، بس هم ما بيحبوش الشخص المتسلط عليهم في الغيره الغيور بزياده، بيهربوا هم من اي حاجه لها علاقه بالسيطره او بالغيره الزياده. دي تاب سريعه جدا جدا حبيت اقولها لمواليد برج الجوزاء، او اي حد مهتم برج الجوزاء، حد عايز يرتبط برج الجوزاء، ربنا يكون في عونك. لان هو برج مش سهل خالص على فكره، زي ما قلت هو مش شخصيه واحده، انت بتتعامل مع شخصيتين ثلاثه في نفس الشخص، فيعني بيبقى الموضوع صعب ومجهد نفسيا لما تيجي تتعامل معاه. اما هم يا جماعه شخصيات دمهم خفيف، شخصيات لطيفه لذيذه فلكسبل، فهم يتحبوا بيدخلوا القلب ومرحين ومنعنيشين كده، ويعني يا مساء النعناسه يا برج الجوزاء. قولوا لي بقى ايه برج الجوزاء الحاجه اللي بتجيبكم بتجيب رجليكم بتخلي الناس تعجب بيكم. انا حاولت اختصر على قد ما اقدر عشان عايزه الفيديوهات بقى تبقى قصيره وتنتشر وشيرز بقى شير 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 كتير قوي. فجوزاء
كلمة السر بتاعه هو البالانس، وهو ان انت تشهيصه كده وتخرج معاه وتفسحه وتوديه اماكن جديدة وتخليه يجرب اكل كتير جديدة، هيحبك قوي، هيموت في هواك، تشتري له هدايا فخمة، هو بيحب الحركات والهدايا والحاجات، هو بيحب الفخامة كده والمنظرة، فايه هيبسط قوي. شكرا، بحبكم جدا جدا، اشوفكم في فيديو تاني، وقولوا لي الكلام ده متفق معاك ولا لا، قولوا لي كمان بيأثر على شخصية برج الجوزاء. ثانك يو، اي لاف يو اول، اشوفكم في فيديو تاني، وقولوا لي تحبوا نتكلم عن فيديو عن برج ايه. باي.